السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية، ومع الدرس الثامن بعنوان حرف الراء. عايز منكم إحضار كراسة وقلم كما تعودنا حتى نكتب الواجب والإملاء على الدرس. في هذا الدرس إن شاء الله سنستمع إلى القصة الممتعة، قصة حرف الراء، ثم نتعرف على حرف الراء وشكل الراء ونطق حرف الراء مع ألعاب تعليمية كثيرة. فإلى الدرس. الآن مراجعة على كلمات الدروس السابقة: أم، أب، فم، أنف، فل، نمل، لبن، أمل، حبل، بلح، لحم، ملح. هيا بنا إلى قصة حرف الراء. قصة حرف الراء: ذهب رامي مع أخته عبير إلى شاطئ البحر. لعبت عبير مع رامي بالكرة. بنى رامي بيتا من الرمال. كانت إجازة كلها بهجة وسرور. نلاحظ يا أبطال حرف الراء الملون باللون الأبيض في الكلمات رامي وعبير، البحر، الكرة، الرمال، سرور. يلا نردد مع بعض يا أبطال، معانا حرف إيه؟ راء، راء، راء. إزاي نكتب حرف الراء على السطر؟ حرف الراء من الحروف اللي واقعة تحت السطر، يعني إيه؟ يعني بينزل منها جزء تحت السطر. يلا نقول مع بعض: راء، راء، راء. تعالوا مع بعض يا حبايبي نشوف شكل الراء في أول ووسط وآخر الكلمة. معانا مجموعة من الصور. أول صورة إيه؟ رمل، برج، نمر، حمار. رمل فيها راء، فين الراء؟ في أول الكلمة. نلاحظ يا أبطال إن الراء هنا إيه؟ مش بيسلم على الميم كما تعودنا، زي اللام والميم والنون والحاء، كل الحروف دي كانت بتسلم على اللي بعدها لأنها كانت حروف متصلة في أول ووسط الكلمة، يعني طيبة مش بتعض اللي بعدها ولا مغرورة كمان، كانت بتسلم على اللي بعدها. لكن هنا الراء إيه؟ حرف مغرور. يعني إيه مغرور يا أبطال؟ مش بيرضى يسلم على الحروف اللي بتيجي بعده. راء، راء، شايفين حرف الراء في أول الكلمة. طيب وكمان الراء في وسط الكلمة نفس الكلام، الراء في وسط الكلمة، شكل الراء في أول الكلمة، الراء في آخر الكلمة، والراء أيضا في آخر الكلمة. يبقى الراء له كم شكل يا أبطال؟ شكل واحد فقط، لأنه حرف مغرور. يعني حرف مغرور؟ يعني يأتي منفصل فقط، مش بيشبك ولا بيسلم على الحروف اللي بعده. يبقى الراء له شكل واحد فقط. طيب يلا نفتكر يا أبطال زي حرف إيه أخذناها قبل كده. يلا نفتكر مع بعض. جميل، أحسنتم، سمعكم بتقولوا زي الألف. الألف أيضا من الحروف المغرورة اللي مش بتسلم على الحروف اللي بتيجي بعده. يبقى عندنا راء حرف منفصل، وألف حرف منفصل، سواء في بداية الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة. يلا مع بعض نلعب لعبتنا الجميلة. بيقول لنا إيه؟ استمع ولون الصورة التي بها حرف راء. نستمع إلى الصورة اللي بها حرف راء نلونها، ما فيهاش حرف راء ما نلونهاش. يلا مع بعض صورة إيدي: مركب، مركب، فيها راء؟ نعم فيها راء، أحسنتم. يلا نلون مع بعض، مين عايز يلون معايا؟ كلنا. يلا لوننا إيه؟ مركب. أرنب، أرنب، فيها راء؟ يلا نفكر يا أبطال ونستمع ونلاحظ جيدا. نعم أحسنتم، أرنب فيها راء، نلون أرنب.
كلبو كلبو فيها راء؟ يلا نفكر. نعم أحسنت، ما فيهاش راء. فأرو فأرو فيها راء؟ نعم فيها راء وفي آخر الكلمة. يبقى نلون فأرو ولا ما نلونهاش؟ نلون فأرو. يلا نلون. تمرو 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 فيها راء؟ نعم في آخر الكلمة. نلون تمرو. يلا مع بعض نلون تمرو. ألوان جميلة في تمرو. كمان رأسه رأسه فيها راء؟ نعم رأسه فيها راء في بداية الكلمة. يلا نلون مع بعض رأسه. نلون رأسه. تعالوا مع بعض يا أبطال نستمع إلى حرف الراء بالحركات. راء فوقها فتحة، الفتحة تفتح بق الفوق. راء راء راء. يلا مع بعض تاني يا أبطال. الفتحة تفتح بق الفوق. راء راء راء. مثال كلمة رأس رأس. نردد مع بعض. راء رأس راء رأس. ايه كمان معانا؟ راء تحتها كسرة. راء تحتها كسرة بنغني لها ويقول لها ايه؟ والكسرة تكسر بق التحت. ري ري ري. الكسرة تكسر بق التحت. ري ري ري. مثال رجلو رجلو. الراء فوقها ضمة، الضمة تضم شفايفي. رو رو رو. تاني يا أبطال مع بعض نغني للضمة ونقول لها إيه؟ الضمة تضم شفايفي. رو رو رو. مثال كلمة رمان. يلا نقول مع بعض. رو رمان رو رمان. الراء وسكون، السكون أغنيته يا أبطال، والسكون نايم فوق الحرف محتاج حد يصحي. يلا نشوف مين هيصحي. نقول مع بعض ونرد التاني. والسكون نايم فوق الحرف محتاج حد يصحي. بر حر فر. يلا مع بعض تاني يا أبطال. هنا السكون بيحتاج حد يصحيه. يعني ايه؟ السكون لا ينطق وحده، لازم ينطق مع الحرف اللي قبله. زي هنا بر، هنا ايه؟ حر، هنا فر. نقولها كمان. والسكون نايم فوق الحرف محتاج حد يصحيه. بر حر فر. مثال كلمة بر جو بر جو. أحسنتم يا أبطال. والآن يا أبطال هيا نكتب حرف الراء بالحركات على السطر بخط جميل. راء 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 راء. الراء المضموم رو 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 رو. الراء المكسور ري 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 ري. الراء الساكن أر بر فر حر. هيا الآن إلى لعبة جميلة جدا. انطق واكتب حرف راء مضبوطا بالحركة. يعني ايه مضبوطا بالحركة؟ يعني عليه فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون. يلا نستمع. رجل رجل رجل. يا ترى الراء اللي في رجل مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة ولا ساكنة؟ رجل. أحسنتم، مكسورة. ري رجل. قرد قرد. نفكر مع بعض يا أبطال. الراء هنا إيه؟ قرد. وقفت عليها ساكنة، يبقى الراء هنا ساكنة. رمان رو رمان. عليها إيه؟ ضمة. أحسنتم. رمل رمل. الراء هنا إيه؟ راء مفتوح عليه فتحة. راء رملو راء رملو. رتب وكون كلمة من الحروف التالية. نلاحظ يا أبطال الشكل اللي معانا شكل إيه ده؟ رملو رملو. معانا اللام راء الميم. أول حرف إيه في رملو؟ راء فتحة. تاني حرف ميم سكون رم. الحرف الثالث لام ضمة رم لو رملو. يلا نكتبها على بعضها كلمة صحيحة.
رملو رملو رملو. معنى ايه كمان؟ لاحظ الصورة وكون كلمة. يلا نفكر يا أبطال، صورة ايدي، صورة نمرو نمرو. أحسنتم، نمرو. نفكر مع بعض، أول حرف في نمرو ايه؟ نون نون. ميم را نامرو نمرو نمرو. لاحظوا الصورة وكون كلمة، صورة ايدي أبطال، حبرو حبرو. أول حرف ايه في حبرو؟ حاء، حب. يلا نفكر مع بعض، باء. أحسنتم، حب رو رو. تالت حرف ايه؟ را. أحسنتم، حب رو حب رو. يلا نكتبها مع بعض، يبقى كلمة ايه اللي معانا؟ حب رو حب رو. رتب وكون كلمة من الحروف التالية، فين هي الحروف؟ راء ألف باء نون. راء ألف باء نون. يا ترى الأربع حروف يعملوا لنا كلمة إيه؟ نجرب الراء في البداية مع كل حرف، وبعدين ممكن نجرب الألف، الألف مع الراء، يبقى تعمل كلمة إيه؟ أر. يلا قربنا اهو، أرنبو. أحسنتم، أرنبو. نشوف كده صحيحة، أحسنتم، أرنبو. كم حرف أرنبو؟ أربع حروف. والآن نأتي إلى واجب الدرس، را رو ري أر. صفحة جديدة، رم لو بح رو حب رو أرنبو. والآن يا أبطال نأتي إلى الإملاء، اكتب ما يملى عليك، رمل بحر حبل حبر أرنب. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، وإلى أن ألقاكم في دروس أخرى، لكم مني أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.